كما الإخوان هو يزيد يتأكد 18/5/2022 في الأربعة وربعة يعني الأربعة وخمستاشر دقيقة شروط الولوج إلى التراب الوطني إلزامية الإدلاء بجواز تلقيح كوفيد 19 سعر المفعول تلقي 3 جرعات أو جرعتين إذا لم يمضي عن تلقي على الجرعة الثانية أكثر من 4 أشهر باستثناء لقاح جونسون أند جونسون الذي تعتبر جرعة واحدة من معادلة لجرعتين من باقي اللقاحين لقاحات أو إدلاء باختبار بي سي آر سلبي لا تزيد مدته عن 72 ساعة بين تاريخ أخذ العينة وإركاب. وطبعا تحميل نموذج صحي للمسافرين عبر الانترنت قبل الاركاب يتم التوزيع ايضا على متن الطائرة وتعبئته على النحو المطلوب. بالنسبة للاطفال لا يطبق اي شرط للولوج بالنسبة للاطفال اقل من 12 سنة. هادشي كاين في الموقع الرسمي للمطارات المغربية. المعلومات دليل المسافر. الخبر حصري يعني الخبر يلا دازت عليه انتم الاخوان دابا الساعة الاربعة وثمانية وثلاثين والبلاغ نزل في الاربعة وخمسطاشر دقيقة.